الكتيبة في البنيان 2013. هذه الأوكار التي كان يختبئ بها عصابات الأمن التابعة لبشار، لما بعونه تعالى تحرير مفرزة الشجرة والمدارس التي كانت بحولها. الله أكبر والعزة لله، الحمد لله رب العالمين. تم ذلك على أيدي أبطال شهداء اليرموك وأبطال أحرار تل شهاب، الحمد لله رب العالمين. كتائب بنيان، كتائب الأنصار، الحمد لله والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بهذا سنحاربك يا بشار الأسد. الله أكبر والحمد لله، الحمد لله. انظر إلى هذا الوكر الذي كان يختبئون به. الحمد والشكر لله، الله أكبر. هذا الوكر الذي كان يختبئون به. الله أكبر والعزة لله. انظر، هذه هي الطلاقية التي كان يختبئ خلفها أحد عصابات الأسد، وهذه هي الطلاقية أيضا التي كان يختبئ خلفها عصابات الأسد. الحمد لله والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطال كتيبة البنيان، هلا مشغل السيارات كلياتها. الله أكبر. 17/3/2013، هذه هي الكمائن المتقدمه التي كان ينصبها عصابات الأمن والأسد. الله أكبر والعزة لله. كان يخرجون أصحاب المنازل من منازلهم وينصبون الكمائن من أجل حماية أنفسهم. لو كانوا أصحاب حق ما كانوا نصبوا هذه الكمائن، لو ما ظلموا سوريا واحدا لما نصبت هذه الكمائن. وجدت ثلاث جثث أو ثلاث شهداء متواجدون في المفرز من منطقة الشجرة. تم تحرير مفرزة الشجرة على أيدي على أيدي أبطال كتائب البنيان. الله أكبر والعزة لله. وأبطال الأحرار من تل شهاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه المتاريس، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه المتاريس التي كان يقمر الحمد. سنحاربك بهذا يا بشار الأسد. بهذا يا بشار الأسد.